الو، ايوه نجيبه، قاعد مع حسام. ايه في ايه؟ معلش يا استاذ، لو كنت هقل راحتك وهناك دقايق وتكون عندي هنا في البيت يا بركات. ايه حصل؟ ايه لو مستعجل قوي اقولك قبل ما تيجي، ما عنديش مانع اقولك. في واحده هنا من ضحاياك يا استاذ، يا حضره الزوج والاب المحترم، قاعدة مستنياك هنا ومعاها شنطة هدومها عشان تشوف لها حل في مشاكلها بعد ما تشردت والكل تخلى عنها نتيجة جوازها الميمون العرفي من سيادتك. دقايق وتكون عندي هنا يا بركات، وإلا قسما عظما اللي هعمله فيها ما اتعمل قبل كده ولا حد سمع بيه قبل كده. دقايق وتكون عندي، مفهوم؟ وتقول لي ما فاتش الاوان؟ ده فات وفات وفات. حصل ايه تاني؟ غاد عملتها، راحت البيت بشنطه هدومها. شفتش سعد اكتر من كده بقى؟ معقوله يا بركات؟ تعالى معايا بنفسك وانت تشوف، وبالمره اديك وصيتي. ده ايه النحس اللي انت فيه ده يا بركات؟ ده مش نحس يا حبيبي، ده اللي زرعته في حياتي بجنيه دلوقتي. كل حاجه في الدنيا ليها تمن، ويجي لها وقت لازم تدفع فيه، واوجه الوقت اللي لازم ادفع فيه فاتوره حياتي اللي عشتها براحتي. ادعي لي يا حسام. بركات يا اخويا، باخده خدها نصيحه مني، ما تفقدش الامل وحاول، مين عارف. راح فين يا مرن؟ انا غلطانه يا طنط ان انا رجعت البيت ده، انا ارجع بحضن سته للامان. طب عشان خاطري يا حبيبتي، عشان خاطري خشي اوضتك. يا عز علي يا طنط ارفض لك طلب، بس بجد ده مش بيت، ده عش عنكبوت. سيبيها يا شهيرة، سيبيها عندها حق.